بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع التقينا اليوم في منزل الدكتور سعيد شهابي في المناسبة السنوية التي يدعونا فيها في رمضان لنتبادل وجهات النظر حول أحوال العالم العربي. وللأسف الشديد أن الأحوال في كل بلداننا العربية تنتقل من سيء إلى أسوأ. وفي البحرين التي سحبت جواز السفر وسحبت الجنسية من الدكتور سعيد، هناك كثير من المجاهدين في السجون الآن. وأي إنسان يفتح فمه ويعارض النظام الخليفي الدكتاتوري يسجن فورا. ففي الواقع يجب أن تتغير كل هذه الأنظمة العميلة الخائنة. فلا ننسى أن البحرين بعثت وفد رسمي إلى الكيان الصهيوني، كما أنها أيضا وزير خارجية البحرين قال عندما قامت قوات الجوية الصهيونية بضرب الأراضي السورية، قال أن إسرائيل دولة من دول المنطقة ومن حقها أن تدافع عن نفسها. فأصبحت العمالة والخيانة في الواقع على الملأ وعلى العلن. يعني كان في الواقع يستحون في السابق، أما الآن فلا حياء، عمالة وارتماء في أحضان الحلف الصهيوني الأمريكي، ولا يبالون بالأمة العربية ولا بالشعب العربي ولا بالشارع العربي. ولكن في الواقع الإنسان أيضا يجب عليه أن يلوم هذه الشعوب النائمة التي قبلت الاستعباد وقبلت الإذلال من هؤلاء الطواغيت، رغم أن الإسلام حررنا بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله التي فيها تحرير من كل طواغيت الأرض. فالمفروض أن الإنسان المسلم العربي لا يخاف حاكم ولا يخاف طاغوت ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس لها من دون الله كاشفة. وإن شاء الله ستزول هذه الغمة عن البحرين وعن باقي الدول العربية والإسلامية.